عاصمة اليمنيين التاريخية في قبضة الخوف والإرهاب. 4 أعوام وميليشيا الحوثي تحصي أنفاس سكان هذه المدينة وتنشر الرعب والميليشيا في قلبها. ومثل معظم اليمنيين الذين فقدوا أعمالهم وحياتهم، يعيش سكان العاصمة مأساة مضاعفة، يشاهدون عن قرب فساد ميليشيا الحوثي وأسواقها السوداء. المدينة التي لم تسأل زائرها عن هويته أو انتمائه باتت اليوم لا تتسع لغير شعارات الميليشيا ومشرفيها وأدوات قهر المواطنين فيها. صنعاء التنوع والثقافة المنفتحة على الغير باتت ملطخة بالحزن والخوف، وتحولت لسجن كبير لأكثر من 3 ملايين يمني. في مواجهة كل محاولة للتنفس أو التعبير عن الرأي، تحشد الميليشيا بلاطجتها وقاتليها لسكان المدينة العزل من كل شيء إلا من أصواتهم وتطلعهم للخلاص ممن سرقوا حاضرهم ويصادرون مستقبلهم. يقاوم سكانها العزل الظلم ويرسلون للعالم رسائل مفادها أنها لن تكون إلا مدينة للحرية تتسع لجميع اليمنيين. فحين اعتقدت الميليشيا أنها أخضعتها، ارتفعت الأصوات فيها بالرفض، أصوات الجائعين الذين لا يحركهم سوى إحساسهم بالخطر الداهم على حياتهم. ولأنها لم تعتد غير العنف، حشدت ميليشيا الحوثي لصوصها وبلاطجتها مزودين بالأسلحة وبالتعبئة الحربية. واجهت الدعوات للتظاهر ضد الجوع بدعوة مقابلة للاحتشاد المسلح لجبهات القتال، ثم بقوة مفرطة أدى لاختطاف العشرات من الفتيات من صرح جامعة صنعاء ومباشرتهن بالضرب والشتم والإرهاب الفكري والجسدي. مدينة للرعب إذن وما تحولت له عاصمة جميع المواطنين. لكن بالرغم من كل هذا، تبقى صنعاء ساحة لمعركة مفتوحة بين الميليشيا واليمنيين لمحاولة النهوض من تحت رماد القهر والإذلال.